الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن الميت ينتفع بأمرين بعد وفاته. الأمر الأول أمور هي من عمله وكسبه في حياته، والأمر الثاني أمور هي من عمل غيره لكنه يصله نفعها بعد موته، كإبراء ذمته من الدين أو سداد الدين عنه أو بعضه، وكذا الحج والعمرة عنه والصدقة عنه ودعاء أي مسلم له، فذلك كله مما ينتفع به الميت بعد موته بإجماع أهل العلم. والصدقة ونحوها مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن الميت ينتفع بها بعد موته، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تأثر بهم من العصرانيين العقلانيين ونحوهم. أما أهل السنة والجماعة فمجمعون على انتفاع الميت بالصدقة التي يهدي ثوابها له غيره من المسلمين، وكذا الدعاء له والحج والعمرة عنه ونحو ذلك من الأعمال. وهناك أعمال أخرى مختلف فيها، ومنها ما دل عليه النص كالصيام عنه الذي جاء فيه الحديث في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما الأمر الأول المجمع عليه وهو الأمور التي عملها في حياته التي هي من عمله وكسبه، فهذه يدل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بهذا اللفظ. وكذلك هو في الأدب المفرد بلفظ: إذا مات العبد، وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال أخرجه بلفظ: إذا مات ابن آدم الحديث. فهذا الحديث المراد به أعمال هي من كسب الإنسان نفسه، فمنها الصدقة الجارية التي عملها هو فجرى له أجرها بعد موته، فيجري له من الأجر كلما جرى نفع صدقته، ويعظم أجره ويكثر بحسب عظم أجر تلك الصدقة وكثرة نفعها، فبحسب ما يكون لها من عظم النفع وكثرته ودوامه يدوم ويجري الأجر له، كبناء مسجد أو برادة أو حفر بئر أو غير ذلك من أنواع الصدقات الجارية. وهكذا العلم الذي ينتفع به يكون قد علم علماً، فيبقى أجر هذا العلم جارياً له بعد موته بقدر انتفاع العباد بالعلم الذي قدمه، وبحسب عظم ذلك العلم وكثرة الانتفاع به يعظم أجره ويكثر ثوابه، وبحسب نوع ذلك العلم يكون الأجر أعظم. فتعليم شيء من الدين أعظم من تعليم شيء من الدنيا، وكلاهما مطلوب شرعاً، وتعليم سنة فيه أجر عظيم، وتعليم الواجب أجره أعظم، والتحذير من البدع ومن الشرك وتعليم التوحيد والسنة أجره أعظم، وتعليم الإسلام والتحذير من الكفر ودعوة الكفار إلى الإسلام أجره أعظم. وقد جاء في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في خيبر: ثم ادعوهم إلى الإسلام
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. فهذا أجر عظيم في هداية واحد للإسلام، فكيف بهداية أعداد؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأجر. فهذا من أعظم العلم، أن تعلم عبداً الإسلام وتحذره من الكفر ومن الاستمرار عليه. ولربما اشترك في عمل واحد كونه صدقة جارية من جهة، وكونه علما ينتفع به من جهة أخرى، كالتبرع بالمصاحف وكالأوقاف العلمية الشرعية، يجعل عمارة وقفا ينتفع به في نشر العلم الشرعي، ونحو ذلك من الأشياء والصدقات التي تكون صدقة جارية من وجه، وتكون سبباً لنشر العلم والانتفاع به من وجه آخر. والعلم قد يكون علماً بالقول، تعليماً للعلم بالقول، وقد يكون تعليماً للعلم بالفعل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أمام الصحابة وقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا تعليم للعلم بالقدوة بالعمل. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خذوا عني مناسككم. وكان قدر من الصلاة وقدر من الحج منه عليه الصلاة والسلام أخذه الصحابة رضي الله عنهم والأمة من عمله، من تعليمه عليه الصلاة والسلام العملي. فإذا علمت أحداً من ذريتك أو من غيرهم علماً بالقول أو بالفعل، بالقدوة، بسن السنة الحسنة، فإن أجر ذلك يجري لك ما جرى الانتفاع به. ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. فالمراد بذلك إحياء سنة ثابتة في الشرع كما بيّن أهل العلم، تسنها وتحييها وتعلمها لأولادك، لقرابتك، لجماعتك، لزملائك، فيكون لك أجر سن هذه السنة وإحيائها بينهم ما جرى الانتفاع بها إلى يوم القيامة. وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثالثاً في هذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له. فهذا من كسب العبد، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فالمراد بذلك دعاء من يكون من كسب العبد، وإلا فالمسلم ينتفع بدعاء أي مسلم له، فإن ذلك مأمور به ونافع شرعاً، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجاء في الآية الأخرى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد جاء في الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وجاء أيضا في الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن مسلما وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والأمة مجمعة عن انتفاع الميت بالدعاء له، في الصلاة له، ونحو ذلك من الدعاء له. فالمقصود بهذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له، ما يكون من كسب العبد. هذا الولد من كسبك، فينقطع عملك وكسبك إلا هذه الثلاثة، ومنها دعاء ولدك الذي هو من كسبك بعد موتك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح، ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذكر ذلك من باب ذكر الدعاء الذي ينتفع به الميت، وأن الدعاء الذي يستجاب يكون أقرب للإجابة دعاء الولد الصالح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بهذا الوصف وصف الحال، أن حال الولد الصالح يكون باراً بوالديه بعد موتهم فيكثر من الدعاء لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. فهو لا يزال يكثر الدعاء لوالديه، وذلك من أعظم ما ينتفع به الوالدان بعد موتهما. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله ليرفع العبد الدرجة في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وهذا يشمل الولد المباشر وذرية الأولاد، من يأتي بعد هؤلاء الأولاد من ذكور وإناث من ذرية يدعون لوالديهم ووالدي والديهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم من المسلمين. اللهم اغفر لذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأمواتنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فينبغي المسلم أن يحرص على أن يقدم في حياته الأعمال الصالحة، وأن يكون له الآثار الطيبة التي تبقى له بعد موته. وقد جاء في القرآن: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فاحرص أن تقدم عملاً صالحاً، وأن يبقى لك أثر طيب ينفعك بعد موتك عند ربك. والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.